في إطار سعي جامعة المدينة العالمية نحو مد أواصر التعاون وبناء الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، زار وفد من جامعة المدينة العالمية بماليزيا جامعة كمبوديا للإدارة والتكنولوجيا في العاصمة الكمبودية بنوم بن، بناء على دعوة رسمية، وذلك في 18 من شهر يونيو 2022. وقد ترأس الوفد سعادة الدكتور عبد الله بن سعد العريفي مدير جامعة المدينة العالمية، وضم الوفد كل من عميد كلية الحاسب الآلي الأستاذ المشارك الدكتور نجيب السامرائي، ورئيس قسم الإدارة في كلية العلوم المالية والإدارية الأستاذ المساعد الدكتور زكريا محسن. وكان في استقبال مدير جامعة المدينة العالمية في مقر الجامعة بكمبوديا الدكتور حسين محمد فريد رئيس مجلس أمناء جامعة كمبوديا للإدارة والتكنولوجيا، الذي رحب بالدكتور عبد الله العريفي وشكره على تلبية الدعوة، وعبر عن سعادته بهذه الزيارة التي تعد أول زيارة للجامعة الكمبودية من جامعة ماليزية، مع تمنياته باستمرار تبادل الزيارات والتعاون الاستراتيجي بين الجامعتين. وخلال الزيارة لمقر جامعة كمبوديا للإدارة والتكنولوجيا في العاصمة الكمبودية بنوم بن، رحب معالي رئيس مجلس أمناء الجامعة الكمبودية بوفد الجامعة، تلاها عرض تعريفي عن الجامعتين، وبعد ذلك تم توقيع اتفاقية تفاهم بين الجامعتين وتبادل الهدايا التذكارية. بعد ذلك قام سعادة الدكتور عبد الله العريفي بصحبة رئيس مجلس أمناء جامعة كمبوديا للإدارة والتكنولوجيا ومساعديه بجولة داخل الحرم الجامعي، زار فيها الفصول الدراسية ومكاتب الموظفين والإدارة والمكتبة، وهنأهم على إنجازهم والتنظيم، متمنيا لهم النجاح والتوفيق. وتأتي هذه الزيارة في سعي جامعة المدينة العالمية لتوسيع شراكاتها مع الجامعات الدولية وتبادل الخبرات والأبحاث العلمية والمؤتمرات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.